الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز جمع المغرب مع العشاء بسبب البرد؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج، فمتى محتاج الناس إلى الجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير فلهم ذلك، لكن لا بد أن يكون سبب الحرج محققا لا متوهما. وبناء على تقرير هذا الأصل الفقهي، فإنه إذا حل على البلدة بارد شديد يخشى على الناس من الخروج فيه، ورأوا أن مما يرفع الحرج عنهم في الخروج إلى المساجد أن يجمعوا بين العشاءين جمع تقديم، فلا حرج ولا بأس عليهم في ذلك إن شاء الله، لكن لا بد أن يكون البرد شديدا ومما يتأذى الناس بالخروج فيه، فهذا أولى من الجمع بمجرد المطر، فإن المطر إذا بل الثياب فإن الثياب تنشف، ولكن البرد يدخل في العظم ويؤذي كثيرا، فإذا كان الجمع بسبب المطر الذي يبل الثياب ويتأذى الناس بالخروج في وحله والخوض في مياهه مما يجيز الجمع، فلأن يجوز الجمع في البرد الشديد من باب أولى، لكن لا بد أن يكون بردا شديدا يتأذى الناس بالخروج فيه، والله أعلم. والدليل على ذلك أثري ونظري، أما الدليل الأثري ففي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مرض، فقيل لابن عباس ما أراد بذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته، يعني أن هذا من باب تيسير الله عز وجل وتخفيفه على عباده، فمتى ما احتاجت الأمة إلى الجمع بسبب يوجب لها الحرج في عدم مراعاته فلها ذلك، فهي رخصة من الله عز وجل لا ينبغي التشديد فيها. وأما من النظر فلما تقدم من تأصيل الأصل في أول هذه الفتية، وهي أن الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج، فمتى ما حل بالناس حرج لا يرفعه عنهم إلا الجمع فيجوز لهم ذلك، ولأن المتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن مع العسر يسرى، وأن الحرج مرفوع عن هذه الأمة، والله أعلم.